دلوقتي بقى ممكن أكمل لكم الحكاية. الأطفال لما عرفوا إن الأميرة هنية تعبانة راحوا جابوا الحكيم عشان يشوفها، والحكيم جه وبعد ما كشف عليها مولاي الملك، أنا شايف إن الأميرة بتعاني من حاجة مش طبيعية. يعني إيه يا حكيم؟ يعني ده سحر. سحر؟ سحر؟ هو في حد جاب للأميرة وادالها حاجة؟ أيوة، في ست عجوزة كانت بتكلمها قبل ما تغيب عن الوعي. ودت لها حاجة؟ أيوة يا حكيم، أنا لقيت الوردة دي قدام البيت بعد ما الست مشيت وقبل ما الأميرة تنام. شكي طلع في محله. في إيه؟ دي وردة مسحورة، أول حد بيشمها بيغيب عن الوعي للأبد. يعني إيه؟ الأميرة هنية عمرها ما هتصحى؟ عمرها ما هتصحى. إيه؟ إلا إذا... إيه يا حكيم؟ قولي. إلا إذا لقيت وردة تانية نادرة هي اللي ممكن تصحيها. وفين الوردة التانية دي؟ مشرط الشرير بعتلي رسالة إنه ممكن يصحي الأميرة لو اديت له الصولجان. طب استنى يا مولاي، أصل مشرط لو بقى الملك البلد هتخرب خالص، هيسرقها وهيخرب الدنيا. عايز أنقذ بنتي. في حل. إيه؟ لو أصحاب الأميرة قدروا يوصلوا لوردة التنين الأحمر. هي إيه الوردة دي؟ دي وردة موجودة في جزيرة التنين الأحمر، هي الوحيدة اللي ممكن تعالج الأميرة من تأثير الوردة دي. ونوصل لها إزاي؟ المشكلة إنها وردة مسحورة برضو، ومش هتقدروا توصلوا لها إلا لو عملتوا حاجات معينة. إيه هي؟ أولاً ما ينفعش أي حد يساعدكم، وثانياً لو ركبتوا المركب اللي بتوصل للجزيرة ما ينفعش أي حد فيكم يرجع تاني من غير ما توصلوا كلكم للوردة. مركب إيه؟ مركب مسحورة واقفة عند المعبد القديم، محدش هيقدر يشوفها إلا لو عايز يروح جزيرة التنين، ومحدش هيوصل للجزيرة ولا هيلاقيها إلا إذا ركب المركب دي. يعني نعمل إيه؟ أول ما الليل يجي تروحوا هناك وإنتوا بتفكروا في جزيرة التنين، هتلاقوا المركب المسحورة، اعملوا اللي المركبي هيقول لكم عليه وإنتوا توصلوا، بس لازم تساعدوا بعض وتتصرفوا صح طول الوقت، اوعوا تتخلوا عن بعض. والرحلة دي هتطول يا حكيم؟ ايه ايام وليالي، وانا مش هستنى اكتر من يومين، ولو ما رجعتوش او رجعتوا من غير وردة التنين الاحمر هدي المشرط الصولجان عشان انقذ بنتي. ان شاء الله هنلاقيها وهنرجع بيها.